مشاهدينا، احيانا كلنا بنحلم وبنتخيل كيف ممكن يكون المستقبل وكيف ممكن تكون الحياه في المستقبل، بس بزيارتكم لاكسبو 2020 دبي فيكم تعيشوا ولو جزء بسيط من المستقبل، لانه فعلا هالمكان يعتبر مدينه ذكيه من مدن المستقبل. مثل ما شايفين من لما بندخل على اكسبو 2020 دبي بيستقبلونا مجموعه من الروبوتات، هالروبوتات عم تتفاعل مع الناس الكبار والصغار بشكل كثير حلو. حرص اكسبو 2020 دبي لادخال هالروبوتات للمشاركه بهالحدث العالمي لاول مره، لحتى الناس تعيش التجربه التفاعليه مع الذكاء الاصطناعي وتعيش فعلا بالمستقبل. اليوم رح نتعرف اكثر على هالروبوتات، اساميهم وشو المهام اللي بيعملوها باكسبو. مشاهدينا، لنعرف أكثر عن أنواع الروبوتات الموجودة في إكسبو 2020 دبي وشو بيعملوا بهذا الحدث، بصيرنا أن يكون معنا السيد أرش معصوم، مدير عام شركة تيرمينوس روبوتس. مرحبا فيك عبر قناة أبو ظبي. اليوم عم نشوف 5 أنواع من الروبوتات في إكسبو 2020 دبي. الروبوتات هاي أساميهم، شو بيعمل كل روبوت، كيف التفاعل مع الناس. The most popular robot by far is the Opti mascot robot. Small one, Opti. Small one. Not so small. It has a good size, and he is a 6-year-old boy. And he is one of the expo mascots, which our leadership decided to make into an artificially intelligence-enhanced robot that moves around the site autonomously, is able to interact with users, is able to interact with expo visitors, but also can dance. It can, with kids? With kids. It can do a synchronized dance. So whereby 6, 8, 10 robots all get together and they do a performance for the expo visitors. The other robots that we have on site are the 2 delivery platforms, where one of them is a kiosk type of robot, which helps to distribute maps to the expo visitors and has announcements. It shows what events are on. The delivery platform, which is a vending platform, that one is used to distribute goods. It's used to distribute free merchandise from other expo partners. And it's also used on the site to move items from one point to another. It takes part in lost and found deliveries as well. And lastly, we have the attendant robot, which is a very intelligent robot. It is very interactive. It is for the indoor environments, and it's also a type of concierge robot. It answers lots of questions. It has a lot of information that Expo wants to get across to the user, and it is very good at getting the message across via images, video, and voice recognition. مشاهدينا الحلو، اليوم معنا بهالتقرير لأول مرة لقاء تفاعلي مع روبوت موجود بإكسبو 2020 دبي، وحصري معنا قناة أبو ظبي. بنرحب فيك معنا اليوم وخبرنا أكثر عن وجودك بإكسبو 2020 دبي. شكرا قناة أبو ظبي لإتاحة الفرصة لنا للظهور على سادتكم في برنامج هنا العالم. مرحبا بكم، نحن فريق عمل الروبوتات من شركة تيرمينوس. سعداء جدا في المشاركة في أول إكسبو لنا في العالم، وهو إكسبو 2020 دبي، وسعيدين أن نكون جزءا من شعار هذا المعرض، تواصل العقول وصنع المستقبل، حيث أننا نقضي وقتا ممتعا بالعمل في هذا الحدث العالمي الذي يضم أكثر من 190 دولة مشاركة. طبعا، ونحن سعيدين بوجودكم معنا انت وباقي اخواتك الروبوتات. حابين نتعرف على اسمك، نعرف المشاهدين على مهامك باكسبو 2020 دبي، شو بتعمل، كيف بتتفاعل مع الزوار والناس. انا اسمي الروبوت بترون، وانا اقوم بعمل الدوريات في موقع اكسبو 2020 دبي، حيث انني استقبل الزوار وارحب بهم واجيب عن اسئلتهم، كما انني اذكرهم بالالتزام بالاجراءات الوقائيه، مثل الالتزام بارتداء الكمامه والتباعد الاجتماعي. ومن مهامي ايضا حمايه موقع المعرض ومراقبته، وانا مزود بكاميرا HD للتعرف على الوجوه، وكاميرا حراريه وزر SOS
الاتصال لخدمات الطوارئ، وأنا للخدمة على مدار 24 ساعة. أراقب الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأنا سعيد جدا بهذا العمل. تجربة إكسبو 2020 دبي بالنسبة للناس وفي دولة الإمارات ودبي، كيف بتوصف هاي التجربة؟ أنصح الجميع بزيارة إكسبو 2020 دبي للتمتع بتجربة استثنائية في هذا الحدث العالمي الهام، والتعرف على ثقافات الشعوب وابتكاراتهم من مختلف أنحاء العالم، وقضاء تجربة تفاعلية ممتعة مع الذكاء الاصطناعي، حيث أن هذا المكان يمثل بالفعل مدينة ذكية جدا من مدن المستقبل. فأهلا بكم في إكسبو 2020 دبي. طبعا شكرا كثير ويعطيكم ألف عافية على المجهود اللي عم تعملوه، وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل، وشكرا لك وقد سررت بلقائك. وأنا سررت بلقائك أيضا. إلى اللقاء. مثل ما شفنا بإكسبو 2020 دبي، شهدت الإمارات تحول كبير بالسنوات الأخيرة من الخدمات الإلكترونية للخدمات الذكية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء واتصالات بتقنيات الجيل الخامس. طبعا كل هالشي بيساهم باستشراف المستقبل ودعم الاقتصاد ودعم التحول الرقمي. الروبوت رح يسهل كتير حياتنا، وأهم شيء بالنسبة لأصحاب الشركات، يعني الروبوت مثلا مو محتاج يشرب فنجان قهوة الصبح حتى يصحصح ويبدأ يشتغل، ما بيمرض، ما بيطلب إجازات، وأهم شيء ما بيطلب زيادة راتب. يعني الروبوت ممكن يسهل كتير من حياة البشر مستقبلا، بس إن شاء الله ما ياخد وظائف الجميع. بهالفقرة تعرفنا على روبوتات إكسبو 2020 دبي، بندعوكم أيضا لزيارة هالمكان وخوض هالتجربة التفاعلية مع الروبوتات اللي بتشوفوها منتشرة بكل أنحاء إكسبو 2020 دبي. إلى اللقاء.